البنات، مرحبا بكم. معكم انا سميحه من قناه سميحه شانل. ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم جبت لكم وصفه تغريبيه ناجحه وتجيكم مشطقه، ما عليكم غير تبعوني باش تعرفوا الطريقه. اما المقادير راح تصيبوها مكتوبين في صوره في اخر الفيديو. يلا كما راكم تشوفوا ما نطولش عليكم، نبداو الفيديو. بسم الله والصلاه على رسول الله. هنايا كما راكم تشوفوا جبت البول، الكيله اللي كيلت بها كما راكم تشوفوا راهم في كاع المقادير. كيله درتها نص سمن ونص زيت، فرغتها كما راكم تشوفوا، زدت عليها نص كيله تاع السكر غلاس ونص كيله تاع السكر. هنايا نص مغرف تاع القرفه هكايا، ونديرو شويه تاع الملح. انا راني نحرك بالباتور، ونزيدو ونص مغرف تاع خميره تاع الحلوه. هنايا راني ما وريتها لكمش، هنايا نحطوها مع الفرينه. راه ما بانت لكمش، ما على باليش علاش كيفاش تكوبات لي لاكام. ونبقى نحرك بيدي حتى تولي هكا عجينه تنطم، مي ماشي يابسه. شوفوا العجينه كيفاش راهي هنا. صاي هنا تقدروا تشكلوها، ديروها بالميزان باش الحبات كامل يكونوا كيف كيف. انا درتهم 35 ولا حتى 40 غرام في الحبه، وتزينوهم بالقرفه. كنت نحط القرفه ومام طون راني نهبط فيها شويه برك بيدي. كان هذا هو الفيديو تاع اليوم، بزاف خفيف وظريف. ان شاء الله تجربوا هذه الغريبيه وتنجح معكم، ما عليكم غير تتبعوا الخطوات، والوصفه راها مكتوبه في اخر الفيديو. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. ما تنساوش ديروا لنا جيم واشتراك وتفعيل زر الجرس لا كنتوا مازال ما فعلتوهش، ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو القادم. سلام.